تحية طيبة مشاهدين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تكثر المغالطات والتزييف للحقائق في كثير من القنوات ووسائل الإعلام، ولدى بعض الإعلاميين للأسف الشديد بعيدين عن المهنية والمصداقية والشفافية في الطرح. فإذا كان لديك قضية، أي قضية كانت، كان من الأجدر أن تتحرى المصداقية فيها وتؤمن بها قبل أن تتحدث بها وتعرف عنها كافة تفاصيلها. فإذا ما اتهمت الآخرين بباطل فإنك ستضع نفسك أمام موقف لا تحسد عليه. هكذا كانت بعض وسائل الإعلام العربية للأسف الشديد تجاه قضايا إثيوبيا. اليوم سوف نعرض عليكم بمشيئة الله بعضا من هذه المقتطفات التي للأسف الشديد تثبت مدى تفكير وسطحية بعض الزملاء الإعلاميين. نبدأ مع هذا الفيديو لأحد الإعلاميين المصريين وهو يتحدث بهذه الطريقة. يقول أن إثيوبيا في كارثة، وأن الصراع سيودي بها، وأنها سوف تتمزق، وأنها سوف تصبح هالكة تماما، على حد توصيفه للمشهد في إثيوبيا، وكأنه يرجو أن تكون هناك حرب أهلية. كنت أتحدث للتو بأنه أخشى ما أخشاه أن تنزلق الدولة الإثيوبية إلى حرب أهلية طاحنة، وتتحول إثيوبيا إلى صومال جديدة. تتحول إثيوبيا، صومالة الأراضي أو الوضع الإثيوبي، من أخطر ما يمكن على الأمن بشكل عام في منطقة إثيوبيا. وإن كان لديها الكثير من التحديات فلن تنزلق إلى هذه الأمان التي تتمنونها لها. نتساءل هنا، لماذا يحاول البعض استغلال الأحداث المحزنة في إثيوبيا؟ يعني والله سؤال عجيب، أتمنى أنه أجد إجابة كافية. يا أخي أنت تقول كل مرة أنك تتمنى التنمية لإثيوبيا، تتمنى الاستقرار لإثيوبيا، ووسائل إعلامك بهذه الطريقة تتحدث. اليوم نحن نتحدث عن فيديوهات للأسف الشديد لديها الكثير من المتابعات. نحن لن نرد على هذه الفيديوهات بنفس هذه الطريقة التي اتبعوها. نحن أبدا ما نتكلم عن الأشخاص وقضيتنا، تحدثنا أكثر من مرة أنه قضيتنا مش في الأشخاص، إنما قضيتنا في القضايا اللي يعني شاملة المجتمعية التي تهم الشعوب وتهم يعني كل الأطياف وتهم كل الفئات. فطالما أنت تشخصن الموضوع تأكد أنك بلا حجة. إن كان لديك حجة فلن تكون هذه قضية الأفراد، قضية الضعفاء معدومي الحجة أو عديمي الحجة. نشوف هذا الفيديو، وللأسف الشديد هذه ملحوظة أحب أوضحها للجميع، أنه نحن ما أخذنا هذه الأمور كلها لأجل أننا نجاريهم أو نجاري بعض وسائل الإعلام هذه ونرد عليهم ونقول لهم أنه والله هذه ردودنا. لا، ردودنا على أرض الواقع، لكن لنثبت لمن يتابعهم ولمن يطبل لهم ولمن يؤمن ببعض هذه المجريات التي يتعاطونها بهذه الطريقة، نعبر لهم مدى ما وصلوا إليه من كراهية الشعب الإثيوبي، وكيف يتمنى البعض للأسف الشديد بشكل غير متوقع يتمنون الشر لبلادنا ولشعبنا في إثيوبيا. إساءات الإعلام طبعا كانت قديمة وتحدثنا عنها أكثر من مرة، وفندنا الكثير من هذه المغالطات التي تحدثوا عنها. اليوم عندما نجد أن هناك قضية تشغل الوسط الإثيوبي لأجل قضية واحدة تم الخلاف عليها، أو هناك قضية وهي معروفة للعالم هي قضية سد النهضة، انظروا إلى ما لجأوا إليه البعض في أمر مؤسف جدا، يعني يستنكره العامة قبل المثقفين وقبل المتابعين من أصحاب الرأي ومن أصحاب المعرفة ومن أصحاب الثقافة. ولما نتكلم عن هذه الشخصيات اللي للأسف في هذا الوقت العصيب في المنطقة وفي العالم، يا أخي شوف التحديات اللي تواجه العالم، ومع هذا
استغلوا هذه الفرصة التي ظنوا بأنها لحظة ضعف من قبل إثيوبيا لأجل قضية سد النهضة ومشاريع إثيوبيا. تعرفون إيش يتمنون عشان يعني يصلوا إلى حل بشأن سد النهضة؟ يتكلموا عن تقسيم إثيوبيا صراحة، وهذا ما سنتداوله. يتحدثون عن تقسيم الشعب الإثيوبي، يتحدثون صراحة، وهذا الكلام بإثبات، يعني ليس كلاما مفتعلا أو ليس كلاما ارتجاليا، هذا الكلام مثبت ولدينا يعني ما يثبت وستشاهدونه الآن. يتحدثون عن تقسيم إثيوبيا، يتحدثون عن أشخاص معينين يقولون بأنهم يشكلون الخطر. يعني أنا أستغرب من كثير من أشقائنا في جمهورية مصر أنهم على دراية بالجغرافيا الإثيوبية، حتى وإن كانت هذه الدراية دراية سطحية. يعني أشوفهم ما شاء الله يتحدثون عن إقليم تجراي، عن إقليم أمهرة، عن إقليم أورومو بطريقة يعني تثبت أو تبين أو توضح للمشاهد أو توهم المشاهد عفواً بأنهم عالمون وعارفون بالطبيعة الإثيوبية ومداخلها ومخارجها ويعلمون عن جغرافيتها. لنشاهد هذا الفيديو ثم نعود. قلت لحضراتكم أن الولية أم أحمد ساذجة التفكير وفي قمة العتة لما كانت متخيلة أن القصة بتاعت إقليم التجرية هتخلص بسرعة. تأملوا في نعتهم للقيادات الإثيوبية. يا أخي عندنا خلافات، احنا ما قلنا ما عندنا خلافات، لكن اذا كان بيتك من زجاج لا ترمي الناس بحجر. كان الاحرى بك ان تعالج مشاكلك الداخليه التي لم يتطرق اليها الاعلام الاثيوبي في يوم من الايام. نستطيع ان نتحدث بكل شفافيه وبكل وضوح عما تتحدث به وسائل الاعلام من الداخل المصري، ولكننا نربأ بانفسنا عن القضايا التي لا تخصنا. لا نستنكر عليك، دافع عن وطنك لكن بقيم، بأخلاق، بمبادئ. عندما تطرح مثل هذه الأطروحات ثم تقول بعد ذلك بأنك مع الشعب الإثيوبي في تنميته، يا أخي ما نبغى أنك تقف معنا أنت واللي مشغلينك، ما نبغاهم يوقفوا معنا طالما إن هذه إن هذه هي رؤيتكم وإن هذه هي نواياكم التي لن تصلوا إليها بإذن الله ولن تحققوا مرادكم. وللعلم الشعب الإثيوبي كما أكدنا قبل ذلك قد يختلف في كثير من الملفات، وقد يعني يبلغ الخلاف أيما مبلغ بين الشعب الإثيوبي كعادة أبناء البيت الواحد يا أخي، لكنهم في مصالحهم. لا تحلموا أنكم بهذه الفيديوهات اللي تنزلوها كل يوم وتصوروا أن إثيوبيا على كف عفريت وأن إثيوبيا على صفيح ساخن وأن إثيوبيا في خطر داهم وأنها خلاص ستتمزق، لا تظنوا بأنهم كذلك مثل ما تعتقدون وتوهمون أنفسكم وتبيعون الوهم لمتابعيكم. تأكدوا أنه إذا ما هدد أي خطر لإثيوبيا والإثيوبيين أنهم يقفون سدا منيعا أمام إراداتكم، أمام نواياكم التي تسعى إلى تقويض السلام في إثيوبيا ومحاولة زعزعة الاستقرار والتنمر وللأسف إضعاف الدولة الإثيوبية. لماذا؟ لأنكم طبعا هنا أحصر حتى لا يقولوا أنني أحقد على مصر أو أحقد على أي طرف، ليس لدينا أحقاد بفضل الله، والأحقاد هي ما تشاهدونها الآن في هذه الفيديوهات، وسترون بأم أعينكم كيف هي عقلية البعض وكيف هي معرفتهم وأن هذا مبلغهم من العلم. والله لو عندهم حجة نحطهم فوق رؤوسنا، لكن ما عندهم حجة ولا عندهم منطق، لا يجيدون غير السب والشتم والمكائد والدسائس والمؤامرات والتحريض وكل ما للأسف يعني ينقص من قدر الإنسان ومن مروءته. فإذا كانت الأزمات وإذا كانت الشدائد تبرز الصديق الحقيقي والعدو الحقيقي، فنحن تثبت لنا الأزمات بالفعل من هم هؤلاء الأصدقاء الذين يعني نصدقهم يوم يقولوا إنهم والله يحبون الخير لإثيوبيا والتنمية لإثيوبيا. هذا ينعت القيادات الإثيوبية وينعتها بالغش والتزوير في ويقحم سد النهضة. طبعا
طبعا أنا لما أتداول هذه المقاطع اللي تشوفونها الحين، هذه المقاطع كلها جاءت يعني في وقت أعلنت فيه إثيوبيا عن عملياتها العسكرية على جبهة تحرير تيغراي. فإذا بنا نرى هذا الكم الهائل من الأكاذيب والمغالطات، واستغلوا للأسف الشديد هذه الأزمة التي نحن على يقين بإذن الله أنها ستمر وأنها ستنتهي وأن بلادنا ستصبح بسلام، طالما أن هناك الإثيوبيون يحبون الخير والسلام لبلادهم، فإننا حريصون كل الحرص على أن نكون يدا واحدة أمام من يهدد الكيان الإثيوبي. لنشاهد هذه المقاطع ثم نعود مشاهدين الكرام. إثيوبيا بتنقسم على أبي أحمد وإقليم تيغراي، خلاص عمل الانتخابات بتاعته وضرب بكلام الحكومة الفيدرالية على أرض الحائط. في إثيوبيا كارثة قد تودي به الدولة الإثيوبية وتقطع أوصالها وتؤدي إلى حرب أهلية. الكلام اللي بقوله مبالغة؟ لا. أم أحمد دلوقتي من وجهة نظر الشعب الإثيوبي العادي، التيغراي هيطلع أم أحمد خاين، لأن أم أحمد دلوقتي بيستعين بقوات أجنبية ضد أبناء بلده، وده أكبر دليل على فكرة إن أنتم أو إن ولاد الحبشة أصلا ما ينفعش يكونوا دولة واحدة. وإن أنا لما كل مرة بقول تقسيم دولة ولاد الشر، ده مش تآمر، والله العظيم ده في مصلحتهم. هذه أمانيهم وهذه معتقداتهم وهذا مبلغهم من العلم. مشاهدين الكرام، ينفي البعض من هؤلاء الذين يتصدرون المشهد أنه عندهم عنصرية أو تنمر على الآخرين بسبب لونهم، بينما هم يعني يستخدموا المفردات، يتوقع أن الشعب الإثيوبي ما يفهم هذه المفردات أو لا يدركها. طبعا نحن لا نتطرق إلى مفرداتهم السوقية احتراما للمشاهدين الكرام، ولكن يجب أن نستحضرها ونوردها لمشاهدين الكرام ليعلموا مدى سطحية تفكيرهم وكيفية احتقار البعض من الذين يتصدرون يعني مواقع التواصل وبعض وسائل الإعلام، يعني يتبنون موقف عنصري بدائي شوارعي، قل عنه ما شئت. بهذه الطريقة يريدون أن يحققون إنجازات بلادهم في سد النهضة. أنا لا أتحدث عن القيادة المصرية، فللقيادة المصرية ولكل القيادات في الدولة في الدول المحيطة أو في أطراف الأزمة لديهم اعتباراتهم ولديهم سياساتهم. أتحدث ممن يدافع عنهم من بعض الإعلاميين. هذه هي طريقتكم اللي من خلالها تحاول أنه موقف بلاد تثبتوا للناس أنه موقف بلادكم على حق في أزمة سد النهضة. اتأملوا في هذا المشهد لأحد الإعلاميين وهو يتحدث بهذه المفردات السوقية وهذه التوصيفات الشوارعية للأسف عن شعب بأكمله دون أن يراعي روابط الأخوة والجيرة، وطبعا فاقد الشيء لا يعطيه. فإذا لم ينتفع هؤلاء بما تعلموه من تاريخ وهم يزعمون أنهم أهل تاريخ وحضارة، إذا لم تنههم هذه الأخلاق، هذه المعرفة أو هذه الثقافة عن كل هذه المفردات الدنيئة أعزكم الله، فأي فائدة في ثقافتهم ومعرفتهم؟ لا أدري. وقلت لحضراتكم أن الدنيا هتطول أكتر بكتير، وأن هم عبارة عن شوية هونجا بونجا في بعض، وهقعدوا يتنططوا من شجرة لشجرة ومن جبل لجبل، ولن يحسم أحد فيهم المعركة. وفي هذه المادة مشاهدين الكرام تلاحظون أحد هؤلاء اليوتيوبرز وهو شريف الصيرفي. طبعا أنا أتطرق لبعض ما جاء فيه لأنه لا يسعنا الوقت لسرد كل ادعاءاتهم الباطلة للأسف الشديد، ولكن نتحدث عن أهم النقاط التي وقعوا فيها لنوضح للعالم الحقيقة الدامغة. بالنسبة للجرائم، نحن نقول بكل شجاعة، وأنا أراهن على أنك تمتلك هذه الشجاعة لتقول مثل ما أقول، نقول أي جرائم ارتكبت في بلادنا نطالب بلادنا الحكومة والقيادة بمحاسبة المتسببين عن هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة. يا أخي أنت إذا كنت تتحدث عن العدالة وتتحدث عن الإنسانية وعندك هذا القلب الكبير اللي تحن به على الشعب الإثيوبي،
كان الأولى أنك أنت تشوف وضعك الداخلي اللي إلين دحين إحنا ما تطرقنا له. شوف وضعك الداخلي وشوف الجرائم، بعض الجرائم اللي حصلت واللي تناقلتها وسائل الإعلام، عشان ما تقول إنه محمد العروسي يحرض عليكم. شوفوا أنتوا أول شيء إيش اللي حاصل. تيجي تكلمنا عن الانتخابات وانتهاء الولاية، ما شاء الله عليك يا أخي، أنت في دولة ديمقراطية، أنت في دولة ما شاء الله انتخبها الشعب وانتخبها الدستور، فنحن ما نبغى نخوض في التفاصيل هذه لأنها ما تعنينا. لكن للأسف اللي يدافعوا عن الموقف المصري قاعدين يشوهوا الموقف المصري. نؤمن بأن علاقاتنا مع القاهرة ينبغي أن تكون في إطار الأخوة وتبادل المنافع وتبادل المصالح، لكن ليست بهذه الطريقة التي تستعدي الشعوب بأكملها. تأملوا في ماذا فيما يتحدث شريف الصيرفي وهو يتحدث ويقول، يعني يتدخل بهذه، أنا ما أدري من فين جاءتهم هذه الجرأة اللي يتدخلوا بها في الشأن الإثيوبي ويحللوه. نحن ما نقول إن الشعب الشأن الإثيوبي يعني محظور عن ألسنة الإعلاميين وتحليلاتهم، لكن إذا تحدثت يا أخي لا تنسى نفسك وأنت تطالب بالديمقراطية. والمضحك أن بعضهم يعني يطالب بالديمقراطية في أمريكا ويزعم بأن هناك يعني انتخابات مزورة. أنت آخر من يتحدث عن الانتخابات، أنت آخر من يتحدث عن الانتخابات. وأنا ليس لأجل أن يعني أبرر موقف معين أو خطأ معين، لا، لكن لا تتدخل في الشأن الداخلي الإثيوبي إلا بما تفقه فيه، ولا تكن منحازا بهذه الطريقة لأنها لا تخصك. قل أنني غاضب من الشعب الإثيوبي، غاضب من القيادة الإثيوبية، حاقد عليهما. لماذا؟ لأنهم لم يتنازلوا عن عدالتهم وقضيتهم في ملف سد النهضة، وظننت أنت وغيرك من زملائك أنكم بهذه الطريقة تغلبون موقف مصر في مفاوضات سد النهضة. مفاوضات سد النهضة لها مسارات أخرى لا تفهمها، أعتقد ذلك، لكن الشأن الإثيوبي يخص الإثيوبيين. وإذا ما تحدثنا عن الشؤون الداخلية للبلدان، فما شاء الله الأشقاء في جمهورية مصر لدينا مواد كثيرة نستطيع أن نحللها، لكننا نحن كإعلاميين وطنيين نستطيع أن نتحدث بما يمليه عليه ضميرنا وقبل ذلك ديننا وأخلاقنا. لأجل ذلك أقول لك، أنت طلبت أن نتحاور في إحدى القنوات، كيف وأنت تأتي بنية مسبقة ولا تحترم خصمك وتأتي بهذه الطريقة لتدافع عن بلدك؟ فعليك أن تراجع أسلوبك وتنصح، بدل أن تنصح الإثيوبيين أو تحاول أن توهم المتابعين من الدول العربية، بدلا من أن تحرضهم وتحاول تشويه الموقف الإثيوبي، عليك أن تنصح مواطنيك وتعطيهم دروسا في الإنسانية، وتعطيهم دروسا في أوامر الحبس بلا يعني جرائم الحبس بلا قانون، تعطيهم دروسا في جرائم يعني الوفيات التي تحدث بكورونا في السجون، تعطيهم مثل هذه الدروس حتى يستفيدوا من الواقع. مثل ما قلت لك قديما، نحن لا تهمنا قضاياكم ولا تهمنا يعني مشاكلكم الداخلية، وإن كنا نحزن لأي مشكلة تمرون بها بحكم جيرتنا وبحكم ما يربطنا من أواصر يعني بين بلدينا. أما أن تتحدث وتقحم نفسك في هذه القضايا فتأكد بأنك الخاسر تماما، إلا إن أتيت بمنطق وحجة فحينها تحترم، وحينها نستمع لك بكل حيادية وبكل منطق وبكل إنصاف، لا نخشى من قول الحق، نستمع إلى ما تقوله لنحلل. إذا كان عندك رأي اعرضه، ولكن دون اتهام للآخرين. أولاً، لا مصر ولا السودان راضيين عن الحكومة الإثيوبية في مفاوضات سد النهضة، لأن أبي أحمد ارتكب مجازر واغتيالات بالجملة. فحضرتك، لا أنا اللي ولعت الحرب في إثيوبيا. من اللي قال لك أنه نحن يعني قلنا أنه أنت حرضت على الحرب الأهلية أو قمت؟ لا لا يا أخي، أنت ما وصلت لهذه المرحلة، لكن تساهم في تأجيج. شفت حمالة الحطب؟ أنا يعني أعتذر عن استخدام هذه الجملة، لكن شفت اللي يتراقص حول النيران،
اللي يطبلوا للأحداث اللي تحصل. أنت اللي وضعت نفسك في مثل هؤلاء الجماهير حتى أتيتنا بمثل هذه الكلمات العجيبة الغريبة، تقول بأننا يعني اتهمناك بأنك تحرض أو أنك سبب في إشعال الحرب الأهلية. لا يا أخي، أنت نطاقك معين، نطاقك يعني محجم، متابعين يتبنون نفس فكرتك، وهذا الأمر يعني أنت تشوف هل هو صحيح أو أمر خاطئ. عندما تتحدث يا أخي الكريم وتقول بأنك يعني لك دور في هذه الشؤون على حد وصفنا كما تصف، عليك أن تثبت ذلك بالمنطق. نحن لا ننظر إليك ذلك، لكن ننظر إليك بنظرة الشخص المتعاطف مع بلده والذي يدافع عن بلاده بغير علم ولا معرفة، ويحاول أن يبدي رأيه بطريقة تجذب الناس، يعني شغل أكشن. فأنت راجع المواد اللي أنت تطرحها احتراما لعقول المشاهدين قبل أن تحترم غيرك ممن تريد الحوار معهم. وأتمنى تشوفوا إخواني وأخواتي هذه المادة لشريف الصيرفي وهو يشن هجوما ناعما على محمد العروسي وعلى جمال بشير ومن قبلهم على القيادة الإثيوبية وعلى العديد من الشخصيات الإثيوبية. بيقولوا لي ما تمثل، هذولا ما يمثل، وأنا أقول لك هذولا ما يمثل الحكومة المصرية، اتفقنا على ذلك. لكن إذا هذول اللي قاعدين يتصدروا المشهد نرد على مين؟ إذا كانوا هذول هم اللي يتصدروا المشهد الإعلامي في مصر وهذه هي لغتهم، يتصدروا وسائل التواصل الاجتماعي بهذه الطريقة، فعلى من نرد؟ إذا غاب أهل العقل وأهل الحكمة ومن يعرف كيف يتحدث مع الآخرين ويحلل القضايا، إذا غاب هؤلاء كلهم أينما غابوا؟ ختاما هذه نصيحة لكل المتابعين لبعض وسائل الإعلام أو بعض وسائل التواصل الاجتماعي، حكموا عقولكم وتأملوا في من يثير الفتن بين أبناء الشعوب بهذه الطريقة. حكموا عقولكم وتأملوا فيما يضمره البعض بخلاف ما يذكرونه، وتأملوا في موقف إثيوبيا التي حرصت على السلام في القارة الإفريقية، وكذلك شعبها الذي لا يرجو سوى الخير والإطمئنان والاستقرار لربوع القارة الإفريقية ولأهل الأرض جمعاء. سنواصل معكم هذه المسيرة بإذن الله حتى نفند لكم كل هذه المزاعم التي خالفت الواقع وخالفت المنطق، أو تلك التي تصلنا منها، لأن هذه المغالطات للأسف الشديد وهذه الممارسات هي ممارسات عديدة جدا ومخالفات فاحشة نربأ بأنفسنا أن نحتويها كلها. لأجل ذلك كلما وصلنا وكلما وقفنا عليه سنكون له بالمرصاد بإذن الله حتى نوثق الحقائق ونوضح الحقائق لمن يطلب الحقائق، وليس لمن يطلب التطبيل، وليس لمن يطلب النصر المزيف. حتى ذلك الحين ألقاكم على خير، في أمان الله.